انطلاقته الأولى وفي نسخته الأولى غرايب خارج بوابة جهاز الانطلاق، وأيضا نتابع هنا بقية هذه الأسماء، نتابع وننتظر الانطلاق. ماكس ريت في هذه الصورة، ابن سواف للبوابة المخصصة لها. إذن اكتمال، رفعت الراية البيضاء من خلف الجهاز والحمراء من أمام الجهاز، ننتظر. فتحت البوابات على بركة الله، اندفعت جياد وأفراس الإنتاج عمر 3 سنوات التي لم تربح، متنافسة على مسافة 1400 متر وقيمة الجائزة 50,000 ريال، انطلاقة ل18 اسما متنافسة في هذا الشوط. غرايب في الانطلاقة الأولى في المركز الأول في ظل المتابعة من نيوتن أيضا من المسار الخارجي للمركز الثاني. غرايب ابن تشيف هافوك أولا، نيوتن ابن النجم الثاقب ثانيا في هذه الاندفاعة الثنائية، وعلى مسافة 1400 متر نصف طول ما بين غرايب ونيوتن. نيوتن بقيادة كاميلو سوبينا، وأيضا المتابعة قادمة من سانتياكو، وأيضا سيف الملاقة الآن للمركز الثالث مع هذا التقدم. إذن منافسة قوية ما بين هذه الأسماء متابعينا الكرام. إذن التقدم بكل قوة مع تورنتو، تورنتو منذ الانطلاقة وحتى هذه اللحظات، تورنتو إذن للمركز الأول وبقوة في ظل متابعة نيوتن. تورنتو إذن من نسل جواد لفواز المشرافي وبفارق من الأطوال ما شاء الله تبارك الله، ربما أكثر من 4 أطوال. ويأتي أيضا نيوتن للمركز الثاني، منافسة قوية شاهدنا من خلالها تقدم تورنتو ابن جواد للمركز الأول وبقوة منذ الانطلاقة وحتى وصوله خط النهاية. تورنتو كان مسيطرا على هذا الشوط إلى جانب منافسة أيضا من نيوتن ابن النجم الثاقب صاحب المركز الثاني، وأيضا سانتياغو المركز الثالث في الصورة الماضية. تورنتو بقيادة فهد الفريدي في هذا الشوط، في هذه اللحظات الأخيرة يدفع به فهد الفريدي إلى تجاوز خط النهاية. مشاهدينا، مع وصول هذه الجياد لخط النهاية أعود مجددا إلى استوديو سباقات الخيل السعودية وزميلي متعب شمري، إليك بطلال. شكرا ميزر، يعطيك العافية. تورنتو يحقق المركز الأول، فواز محارب حمدان المشرافي ألف مبروك هذا الفوز مع ختام سباقات المصيف هذا اليوم. تورنتو بصورة مواجهة، مبروك أيضا المدرب والمالك فواز المشرافي والخيال المتألق فهد الفريدي، يحاول الابتعاد عن صاحب المركز الثاني وكذلك بقية الجياد المشاركة. نبدأ مع فيصل. فيصل، تورنتو ما كان على قائمة ترشيحاتكم، سعود يمكن ذكره. كلنا لا كنا قلنا عنه حصان كويس، لا نظلم حظه. لا أنا مرشحة في موقع سكب. طيب نعم. لا أنا بالاستوديو. طيب استوديو، انا ما بعد انتم سكب رشحتوه؟ نعم رشحنا. هنا استوديو. نعم مرشحين طبعا، حصان ممتاز. نعم ابو طلال مرشحينه في موقع سكب. اسحب كلمه. الله يطول عمرك فيصل. ما شاء الله تبارك الله، الف الف مبروك للمالك والاخ العزيز الصديق فواز محارف المشرافي مالكا ومدربا، ومبروك للخيال النجم المتألق صراحة فهد الفريدي، هذا الشاب اللي قاعد يقدم لنا مستويات كبيرة وجميلة وأنيقة. اليوم تورنتو، يمكن أبو طلال قلنا أنه قبل انطلاقة الشوط أنها الخيل يمكن تكون فرونت رانر، بيكون لها حظ كويس مقدمة. ولاحظ أنه اليوم الحصانين اللي أخذوا البيس السريع في الشوط تورنتو ونيوتن، هم فرضوا الإيقاع السريع على الشوط، وهم الاثنين ما شاء الله يعني حتى كان في بينهم تنافس جدا جميل من المنعطف الأول. هنا إعادة الشوط من البوابة رقم 12 خرج تورنتو، أن البوابة رقم 13 متجاورين الاثنين، شوف هنا الخروج. نعم. شوف السرعة والإيقاع السريع اللي سواه فهد الفريدي اللي حاول يوصل للسياج الداخلي، بالإضافة لكاميليو أسبينا، وكانت إركابية جدا مميزة من الاثنين. الصراع المبكر بين الاثنين كان
صراع قدرات وثبات وجدارة، لكن كان الحكمة أنك تكون في نوع من الهداوة أكثر. هنا شفنا الخيالة الاثنين ما شاء الله تبارك الله عليهم، ما صار أن كل واحد يبحث عن الفرض يعني يضغط على الثاني، خلوا الخيل هي تتجاور فيما بينها. لاحظ حركة اليدين الخيالة كانت حركة ثابتة جدا، يعني ما كنا نشوف منهم بوشينج أو دف أو ضغط، كانت الخيل هي تمشي من حالها اليوم. نعم. وواضح ما شاء الله تبارك الله أنه الجوادين كان فيه كل واحد من عنده طاقة جدا ممتازة. هنا كان مراحل فقط الترقب لدخول منطقة الحسم أو المنعطف الأخير، وكان هنا في انتظار. بدأ هنا كاميليو أسبينا يطلب من نيوتن اللي ما شاء الله تبارك الله سوى جد شوط جدا ممتاز، لكن الفرق بين نيوتن وتورنتو اللي هو كان فرق الجهوزية في الأشواط الماضية. تورنتو كان ماخذ شوطين فادت اليوم في النفس، لكن اليوم نيوتن جاي يفك نفس في أول شوط. عشان كذا شفنا كاميليو أسبينا اضطر أن يستخدم الويب أو الكرباج قبل لا يدخل 400، يبغى حصانه يصحصح. لكن ما شاء الله تبارك الله تورنتو اليوم كانت له الكلمة الأعلى، واليوم أنا كنت أتوقع لو نيوتن ماخذ سباق واحد فقط قبل هالشوط ممكن اليوم كان سوى فاصل تنافسي أجمل. سعود. نعم، مبروك لفواز محارب المشرافي مالكا ومدربه، مبروك فهد الفريدي الذي للمرة الثانية على التوالي يقود، سبق وأن حق عليها المركز الثاني على مسافة 1600 متر. العام الماضي هذا المهر أو هذا الحصان يقدم مستويات جيدة، دخل ميزان أكثر من مرة على مسافة 1600، حق المركز الثاني أيضا على مسافة 1600، فمعطي انطباع جيد هذا الحصان، مرشح قوي لهذا الشوط، صادق على الترشيحات بكل اقتدار. صحيح اليوم السيدة ثقيلة على كثير من الخيل اللي الوقت دقيقة 32 و 47 جزاء، يعني وقت جيد. طيب نعم وقت جيد، لكن قصدي ثقيلة على وقت ممتاز. أنا قصدي يعني ثقيلة على كثير من المنافسين، توقعت الشوط يجي أكثر منافسة في 300 متر الأخير، يجي هناك منافسة إذا قوية. إذا ثقيلة الوقت بيصير متأخر. نعم أنا قصدي يعني الطينة على بعض الخيل أثرت يعني. نعم أثرت بقوة. فأنا توقعت تجي في منافسة قوية ممكن في 200 متر الأخيرة، لكن ما شاء الله تورنتو اليوم قدم أداء كبير. حاول نيوتن كما ذكر زميلي فيصل، يعني لو نيوتن أخذ سباق تجهيزي قبل ممكن اليوم يقدم أداء أكثر وأكثر، لكن هذا راجع المدرب وتخطيط مدربه وتجهيزه للرياض. فيصل، نتيجة واقعية؟ واقعية جدا، ما اختفى شيء؟ ما اختفى شيء بالعكس، وأنا بالعكس أشيد أنه بمستوى الثبات اللي ثابت فيه تورنتو والظهور الممتاز لنيوتن كأول مشاركة له رسمية في أرضية مثل هذه اليوم وأمام حصان متمرس مثل تورنتو تطلع بهذا المستوى، هذا شيء جدا ممتاز، شوط جميل. وهذه الأسمين ترى أبو طلال بتكون الأسماء الجيدة في عمر الثلاث سنوات اللي دخلت على الأربعة في الرياض. تورنتو الفواز محمد طبعا محارب حمدان المشرافي المركز الأول، المركز الثاني نيوتن للأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز، المركز الثالث المصفح الناصر درع الدرع، المركز الرابع فايتر المتعب بن بدر بن شريم، المركز الخامس طبعا للاحتياطي اللي دخل أساسي وعزيز المنال لأبناء الشريف الزاع بن شاكر العبدلي، والتنافس الأخير شكرا مخرجنا والصورة البطيئة، هذا التنافس الذي جمع ما بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني. تورنتو المركز الأول بزمن وقدره دقيقة و 32 ثانية و 47 جزء، يتقدم في الأمتار الأخيرة مع فهد الفريدي، ونيوتن طبعا نيوتن يطارده في المركز الثاني، المركز الثالث كما ذكرنا المصفح، المركز الرابع فايتر، عزيز المنال خامسا. شوط جميل أعطانا شيء من المتعة. بالضبط، يعني أعطانا سباق وداعي. أنا توقعت يعني كما ذكرت توقعت فيه منافسة قوية وتبدأ من يعني من جميع الأسماء، نفس الأسماء يعني تكون لمة واحدة يعني في 200 متر الأخيرة، لكن واضح تأثير السيدة على بعض الخيل، واللي عجل بالوقت هو سرعة تورنتو والمنافسة القوية اللي صارت بينه وبين نيوتن حتى بعدية المنعطف الأخير تفوق تورنتو، لكن الوعد في الرياض نيوتن سيكون له شان هناك في الرياض بإذن الله تعالى. فعطاك إياها بالوعد في الرياض. نعم بالضبط، يعني واضح يا كثر المواعيد في الطائف. بالضبط، لا أنا أقول نيوتن سباق واحد، لا الحصان هذا ما شاء الله تبارك الله ريته 83 وأتوقع حضور أقوى، سينافس على البطولات الكبرى المخصصة لعمر الثلاث سنوات داخل أربع سنوات مثل كأس الملك. كأس الملك. نعم. أمنية الجميع. أكيد أسماء قوية، نيوتن من العام الماضي قدم مستويات جيدة، وكذلك تورنتو جاي في تصاعد قوي، أيضا أسماء جي مثلا عزيز المنال، أسماء أتوقع لها حضور قوي. طيب. في الرياض.
خلنا نطلع شوي من تحليل الاستوديو حتى تجهز الخير الشوط السادس مفتوح الدرجات انتاج 3 سنوات. بشكل عام اليوم الختام الجزء الاخير من سباقات مميزة وجميلة، وكان الأجمل مساء البارحة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اللي أعطى طبعا موسم الطائف حضور ملكي جميل توج بهذه السباقات الجميلة. ولكن أنا ودي أسأل، أخليهم يتجهزون حتى ما يقول لي فيصل وسعود والله نسينا اسم، بعطيهم أفضل مهر في السنتين، أفضل مهرة بالسنتين، 3 سنوات حصن وفراس، وبعدين الخيل اللي هي مسنة من 4 وفوق مستورد وانتاج. راح أسألهم بس يمكن بيعيدون ذاكرتهم حتى ما فاجئهم. نروح للشوط السادس. هدية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل والجائزة الرابعة والأخيرة هذا الموسم. هذه الأسماء: الموت الحمر، حلمي، مقام السعد، مدبك، أحرص، نايف الكرامة، ربان الخير، سعران الخير، ذو نسب، نجابة العز، نجم العناية، أبو النواميس، أرساليا، سوام، أرطبون، معشمني، ساحوق، قرقاش. هذه أسماء الخيل. إذا كان في أي انسحاب يبدو أنه لا يوجد، يمكن لا يوجد انسحاب، حتى الاحتياطي مسحوب. اليوم أجواء ماطرة وجميلة على عروس المصايف، كأنها تودع سباقات الخيل في موسم استثنائي جميل. الموت الحمر رقم 1، نبدأ من سعود. من الأسماء القوية على مسافة 2000 متر، طبعا هذا الشوط هدية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الرابعة والأخيرة. نعم الرابعة والأخيرة، الكل يتطلع من أقوى الأشواط اليوم حقيقة. نعم. يعني في أشواط الأولى كانت أغلبها للخيل لم تربح، ثم هذا الشوط قبل قليل، ولكن الشوط السادس هو اليوم أقوى شوط التي أو الذي يتطلع إليها الجميع لتحقيق هذه الهدية الغالية من رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل. فالموت الحمر من أبرز الأسماء المرشحة. طيب نروح الحلمي مع فيصل. حلمي من الأسماء، بطلال ظهر في مشاركتين في الطايف، مشاركاتها كلها جميلة يعني، وأنا أشوفه من الخيل اللي كفوا في الطايف، وبتوقع أنها أشوف منه مستوى مرضي جدا في سباق اليوم. مقام السعد أيضا من الأسماء التي تبحث عن انتصار، صحيح قدم يعني دخول قوي، صاحب دخول قوي على مسافة 2000، من الأسماء المرشحة. مدبك متوسط في الأداء، ما أقول لك أنه حصان عادي ولا أقول لك حصان تف أنه حصان قوي، لكن في مثل هالمجموعة مثل هاليوم ممكن نشوف منه مستوى كويس. أحرص من الأسماء التي أعطي السباق واحد تجهيزي، أتمنى لها التوفيق اليوم بإذن الله تعالى. ابن علم ممكن على مسافة 2000 متر يظهر اليوم. نايف الكرامة، نعم نايف الكرامة رقم 6 لتركيا ذويبي، ثاني مشاركة له في الطائف، نتمنى له التوفيق. ربان الخير سعود. طبعا حصان متعود على مسافات قصيرة، أغلب مراكيضه على مسافات قصيرة، اليوم يذهب به مدربه يعني ناصر حزام إلى مسافة 2000 متر، ننتظر ماذا لديه على هذه المسافة التي يركضها أعتقد للمرة الأولى جميع مراكيضه على مسافات قصيرة خاصة هذا الموسم. نعود مع سعران الخيل فيصل. سعران الخيل الاسم المميز، الجواد اللي عليه العين اليوم في هذا الشوط، ما شاء الله الظاهر معنا في الشاشة، هذا حصان كواليتي عالي بطلال، مشاركته الأخيرة في كأس مرجان ورد الطائفي سوى شوط كبير. نعم. وفي كلام أن الحصان هذا بعد سباقه اليوم يمكن يكون عليه، هو في عليه عين من الاسطبلات الكبيرة، ونتمنى له التوفيق في صفقة بإذن الله. ذو نسب مع نواف الدهش. طبعا ما شاء الله تبارك الله من الأسماء المرشحة، ركض الأسبوع الماضي حق مركز الثالث على مسافة الميل، جرب مسافة 2000 متر حق مركز العاشر، أيضا قبل ذلك حق مركز الرابع على مسافة 1600، من الأسماء المرشحة في هذا الشوط. نجابة العز. نجابة العز أول ظهور لها صراحة سوت شوط جدا ممتاز، لكن مشاركتين الأخيرة تراجعت، أتمنى تعود لمستواها اليوم وتقدم لنا شوط طيب. نجم العناية. نجم العناية أول مرة يركض هذا الموسم، العام الماضي ركض يعني عدة مراكيض، حقيقة حصان جيد، جاء ثاني على مسافة 1800، وأيضا حق المركز الأول على مسافة 1800، يعني متعود على مسافات طويلة. أبو النواميس. أبو النواميس حصان جدا ممتاز، ريته 88، يعد من أعلى الخيل التصنيف في الشوط، إذا ما كان يمكن الثاني بعد سعران الخيل، حصان قوي وحصان مقاتل، ممكن نشوف منه شوط ممتاز. راسليا. ابنة كازين هوست، جربت آخر مركاض لها على مسافة 2000 جت سادس، وقبل ذلك محقق المركز الأول على مسافة الميل، وثالثا على مسافة 1400، من الأسماء الجيدة. سوام. من الأسماء اللي سوت شوط جدا ممتاز مو قبل تقريبا 3 أسابيع، غاب أو خرج الميزان في مشاركته الأخيرة، لكن ممكن يعود لنا اليوم. أرطبون.
جرب مسافة 2000 متر في الحفل الرابع عشر وكان متأخرا كثيرا، لكن قبل ذلك أيضا حقق نتيجة جيدة وحقق المركز الثالث على مسافة 1400 متر. معشمني ظهور أول هذا الموسم، أتمنى له التوفيق. ساحوك، ساحوك من الأسماء التي قدمت يعني أخذ نقطته على مسافة على مسافة 2000 متر، جرب مسافة 1600 بعد ذلك تراجع كثيرا، اليوم يعود على نفس المسافة التي حقق فيها الانتصار ولكن في شوط مفتوح ومنافسين أقوياء. أخيرا قرقاش، قرقاش من الأسماء المتطورة في الطائف، أول مشاركة في المركز الثاني، ثاني مشاركة أبو طلال فاز بمستوى ونتيجة فرق أطوال، يعني ما شاء الله تبارك الله لفت عليه النظر، وأتوقع اليوم بيكون منافس شرس في هذا الصوت، أتمنى لهم التوفيق. سعود، أنا يعني أسم قوي، أسماء أو عفوا شوط قوي، أسماء جيدة فيها يبرز أكثر من خمسة يعني حصن وأفراس على مستوى كبير، مثلا الموت الحمر حلمي هذا خطير جدا في الأمتار الأخيرة، ممكن نشوفه بدخول القوي يشكل خطورة على جياد الصدارة. برجع لك سعود، برجع لك عفوا سعود، لكن بذهب لعبد الله سريعا في أرض الميدان ولقاء آخر. عبد الله سعيد مساك، تفضل. شكرا زميل متعب الشمري، أهلا بكم من جديد هنا خامس الأشواط. يذهب للمالك والمدرب محمد المشرافي، نقول لك ألف مبروك بفواز هذا الانتصار اللي جاء بعرض جميل. الله يبارك فيك وطول بعمرك أبو خلاد، يلا كان حصان زين وأمور زينة وناسب له الشوط هذا، يلا الحمد وخذه، ومعه خيل زينة ما هبه، احنا كنا خايفين من نيوتن وخايفين من ابو علي الله يستر عليه، يلك الحمد تعدنا. ليش عطيته نظره؟ هلا والله هو عزيز وغالي لك حلا، ولا هو من ناحيه كذا حصانه سبوق وحصاننا سبوق، يلك الحمد لله. محمد، انت من مدربين الشباب اللي دائما يقدم اسماء مميزه، خليني ابدا معاك مع اخر اسم مهر قدمته فمان الله في الجوائز الخاصه، قدم عرض جميل غاب بعدها يا ابو فواز. يلك الحمد فمان الله، زين اموره زينه وانتظروه ان شاء الله في الرياض فكيسان والأمور الزينة بإذن الله. ليش؟ حصان قدم الله يبارك فيه وقت طيب واستعرض على الخيل استعرض زين وخلاص، ما يحتاج نركضه ونعيد عليه التركيز، وقدامها كرنفلات والله بيض وجه الأمير بندر، كرنفلات كبيرة وجوائز كبيرة ندس اليمها ما هو خليها. صحيح. أبو فواز، اسمك ظهر في الإعلام كثير كبداية لك في الساحة عبر الجواد المستورد مكينج اللي انتقل لسمو الأمير السعودي بن سلمان وطبعا حقق كأس ولي العهد، أنت قدمت هذا البطل وكان قد الهقوة فعلا، هل في غيره يا أبو فواز؟ وحكينا عن الحصان كيف جبته وكم اشتريته. بإذن الله أنا في شيء نطيب بإذن الله، يسرك أبو خلاد ويسر جمهور أصطبل، والحصان الله يبارك فيه هذاك اشتراناه من الأمير يزيد الله يبارك فيه، اشتراها الوالد وجبناه طال عمرك على الهقوة على الطائف، ولا وديناه ل 2004 ركض 2004 وكسبه، وركض الشوط الثاني استعجلنا عليه لك الحمد وجاء ثاني، واشتراه طول العمر سعود بن سلمان وتنومسنا فيه كل بونا ما هو بالأمير بس. عطاك أمل أنك تبحث عن أبطال تكون صفقات ولا تكون في شعارك يا محمد؟ بإذن الله بتشوفنا الأبطال في الرياض بإذن الله، احنا عندنا خير زينة وعندنا جايبين مستوردات جدد، وبإذن الله تشوفون الشيء اللي سركم بإذن الله إن شاء الله تعالى. بينكم ثنائية أنتم محمد بعيجان الزميل الخاص، هذا رفيق عمر ما هو بأخو ما هو يوم سنة ولا سنتين، من طول السنين حنا وياه سوا. الله يجعل الدوام، الله يطول لي عمرك أبو خلا، الله يعطيك العافية. إذن حديث المدرب محمد المشرافي سريعا للزميل متعب الشمري لك أبو طلال. شكرا.